في البداية طبعاً بقول لحضراتكم ألف ألف مبروك لكل جمهور نادي الأهلي هذا الفوز الكبير والأداء الرائع أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي، الكأس القديم زي ما دايماً بنتكلم مع حضراتكم. مبسوطين وسعداء بهذه المكاسب، ولكن لأنها مباراة كبيرة بالفعل، يعني مباراة حلوة، مباراة فيها أمور كثيرة جدا جدا نقدر نتكلم فيها مع حضراتكم. كل لعيبة النادي الأهلي النهاردة كانوا أفضل ما يكون زي ما حضراتكم شفتوا بالظبط، ومباراة فيها دروس نقدر نتكلم فيها، دروس كثيرة. أول درس ممكن نتعلمه من الماتش النهاردة هو إنك إزاي ترجع بقوة بعد ما شفنا محمود كهربا. محمود كهربا راجع من إيقاف 6 أشهر، فترة طويلة جدا بعيد عن المباريات، ولكن بنشوفه راجع ازاي بحماس بروح الفانيلا الحمراء. الهدف الثالث اللي هو جابه، عمل 2 أسيست في الهدف الاول والهدف الثاني، ولكن الهدف الثالث كمان اللي هو جابه، لو انت ما تعرفش كهربا تحسب ان هو لعيب جديد لسه داخل مع الفرقه، تحس ان هو بقاله 20 سنه مع الفرقه وبيلعب كل مباراه. فريق سموحة بالمناسبة فريق محترم ومعاه مدير فني كبير زي كابتن طارق العشري، لكن النهاردة كهربا بهدف و2 أسيست بيعلن عودته بكل قوة. الحقيقة النهاردة كهربا، قبل بس ما أتكلم عن المباراة والدروس، بقية الدروس اللي مستفادة من المباراة، لأن الحقيقة النهاردة في ناس كتيرة جدا بتقول لي إن إحنا عملنا امبارح، يعني او لما اتكلمنا عن موضوع التحكيم وعن موضوع اضاعه الوقت بالنسبه ليه، ده الهدف الثالث اللي حضراتكم بتشوفوه، ده هدف بيدل على ان كهربا لاعب كبير جدا، ان شاء الله ربنا يكرمه في الفتره اللي جايه، وان شاء الله كل اموره تتحل ويقدر يعود مره اخرى للنادي الاهلي، او زي ما حضراتكم شايفين كده وجوده فقط في الملعب هو النهارده كانت فرحه كبيره جدا جدا لكل جمهور النادي الاهلي بوجود محمود عبد المنعم كهربا، اللي جمهور النادي الاهلي بالمناسبه النهارده حياه وهو في ارض الملعب. بعد ما هنشوف الهدف ده مره ثانيه هوري حضراتكم عملتوا ايه مع محمود كهربا، او جمهور النادي الاهلي النهارده عمل ايه مع محمود كهربا، لانه ناس كتيره بتسالني هو ليه كهربا ظهر النهارده بهذا الشكل؟ ظهر النهارده بهذا الشكل لانه امور كثيره جدا، ولكن أول هذه الأمور الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي ده، الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه ده جمهور الأهلي بيدي درس كبير جدا 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 لأي لاعب هو بيحبه، وأي لاعب بيحب النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا جمهور النادي الأهلي عمل إيه مع كهربا. في الدنيا احلى حاجه في الدنيا ان انت تشوف جمهور بهذا الشكل بيعمل معاك كده. بيني وبينكم انا لو قاعد بقالي 10 سنين في البيت ده، انا بكرشي ده انزل العب عادي خالص لو الواحد شاف مثل هذا الجمهور الرائع. الحقيقه احلى حاجه في الدنيا بنشوفها وانا يعني من الناس اللي شافت ال 100,000 اللي موجودين في استاد القاهره. شفت ال 100,000 موجودين في استاد القاهره وبيشجعوا، وشفت ال 100,000 ما بيشجعوش فرق أخرى يعني. فال 100,000 لما بيشجعوك بتبقى في حتة تانية، والله بتبقى حاسس إن أنت طاير على أرض الملعب، حتى لو أنت مش قادر تجري تلاقي نفسك بتجيب الجري من أي حتة. فالجمهور ده اللي عمله مع كهربا، هو أعتقد إن هو كان له دور كبير جدا جدا في كهربا. أيضا النهارده كل جمهور النادي الأهلي حيا مروان عطية. مروان عطية بيقول لزمايله وبيقول للكرو بتاعنا اللي موجود في الملعب، انا ما شفتش كده.
مروان وخالد عبد الفتاح والكريستو محمد الضوي بيقولوا كده للكرو بتاع قناه الاهلي وهم في الملعب، بيقولهم انا ما شفتش جمهور كده، ما شفتش حلاوه بهذا الشكل. فالنهارده ثلاث صفقات جديده، ومحمود كهربا الاربعه النهارده، كهربا وكريستو ومروان عطيه وخالد عبد الفتاح، الاربعه النهارده كانوا موجودين في الملعب. بقالنا فتره طويله ما شفناش كهربا، شفناه النهارده. كريستو ما شفناهوش طبعا من ساعه ما جه، النهارده كان اول ثلث ساعه و25 دقيقه يلعبها، نفس الكلام خالد عبد الفتاح، نفس الكلام مروان عطيه. ولكن زي ما قلت لحضراتكم، هو درس كبير جدا جدا ان جمهور النادي الاهلي لما يبقى في ظهرك انسى الدنيا كلها، انسى كل حاجه، ولا تتذكر غير شيء واحد فقط، ان انت تلعب جوه الملعب عشان الناس تحييك زي ما كانت بتحيي كهربا وكريستو ومروان عطيه النهارده وخالد عبد الفتاح.